وهذه الزيارة كانت بعد اتصال هاتفي بين السيد مسعود برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مع السيد محمد شاسي داني رئيس حكومة الاتحادية. وراها كانت الزيارة وأول اجتماع كان أمس بالمغرب، حصلوا إلى بعض النقاط المهمة جدا، وهو في حال عدم تنفيذ الموازنة ما دخلت حيز التنفيذ لحد الآن. إذا ما دخلت حيز التنفيذ وما يجزون استحقاقات إقليم كردستان اللي هي 12.67 من الموازنة، في الحالة إحنا محتاجين لها رواتب، والرواتب بمعناها يدفعون أموال مثل القروض. لحد الآن بغداد من الشهر الرابع والخامس والسادس دافع 2 تريليون دينار كقروض. هالمرة همين إذا ما يدفعون الحصة يدفعون قروض للرواتب الشهر السادس والسابع، وهاي القروض راح تنحسب على إقليم كردستان بعد إرسال حصة الموازنة. أي أكو تصفية أموال من الشهر الواحد للشهر السابع، يعني هاي الموازنة بها أثر رجعي الشهر الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ولكن لين الإقليم يعني يصدر النفط للشهر الثالث هاي ثلاثة أشهر البداية ما راح تنحسب عليه، راح يحسبون الأربعة أشهر. هاي أولاً. أما بالنسبة المنافذ الحدودية والواردات الداخلية إقليم كردستان حسب المادة 114 من الدستور العراقي، المنافذ تعتبر مشتركة بين الإقليم وبين بغداد، أي نص إيرادات المنافذ راح تروح لبغداد، وهذا راح يتم بالاستقطاع. يعني مثلا حصة الإقليم مش قد راح يستقطعون نص واردات المنافذ الحدودية وحد نص واردات الداخلية، هذا هم وصلوا الاتفاق عليه. الشيء المهم الباقي هو التصفية الحسابية الكاملة لإقليم كردستان من 2004 إلى 2022، وهذا يحتاج إلى أشهر شهور، يعني هسه ما يقدرون يعني يتركون هذا الموضوع، يحتاج الى اشهر وشهور وتدقيقات كثيره من وزارات الماليه والرقابه الماليه من اقليم كردستان وايضا من بغداد. وايضا الشيء الاخر هو مساله حصه النفط حاليا اقليم كردستان يوميه 50 الى 60 الف برميل نفط يروح الى بغداد مشتقات الداخليه، والوزير النفط هو اكد على هذا الموضوع. موضوع مهم جدا هو شلون يصدرون نفط اقليم كردستان عبر ميناء عبر الاراضي التركيه الى ميناء جيهان، هو هذا الموضوع بيد شركة سومو لحد الآن هي اللي عاجزة على عدم تصدير نفط إقليم كردستان اللي هي 400,000 برميل. هو هاي المواضيع المهمة اللي لحد الآن، وهسه حاليا احنا قاعد وياكم اجتماع مهم بين وفد إقليم كردستان بالوزارة المالية مع الوفد الحكومي في بغداد. جانب التركي راح يزور بغداد، وراح أكلوك الزيارة بسيطة الطيب أردوغان إلى بغداد الأيام. أحد أهم المواضيع هو مسألة الملف النفطي، لحد الآن هذا الملف ما محسوم. ليش ما محسوم؟ لأن أكو طرف ثالث في الموضوع وهو الجانب التركي. إذا الجانب التركي ما يقبل بهذا الموضوع أنت شروط تعجيزية في ذلك الوقت، بغداد راح تفكر أن تستخدم نفط إقليم كردستان في غير موضوع، أما للمشتقات المحلية أو ترسلها عبر ميناء كركوك بانياس.